أخبار اليوم. يعني هو الامتحان على فكرة كان فيه برضك مستوى من الصعوبة، احنا حلينا بس برضك المستوى الامتحان نفسه كان صعب. يعني هو ثلاث ارباع الطلبة خارجة بتشتكي من الامتحان، من صعوبة الامتحان. شايفين الامتحان مش محطوط في مستوى الطالب المتوسط زي ما قال الوزير، ها الامتحان محطوط في مستوى عالي جدا، لدرجة ان احنا يعني احنا قعدنا لاخر الوقت وبرضك حاجات ما حلناهاش كتير قوي في الامتحان. امتحان الثلاثة كان مستوى الطالب اللي هو العالي شوية، يعني مستوى الطالب العادي ما يعرفش يحل كويس، ولو مستوى طالب عالي ان هو يحله برضه ما يقفلوش. يعني اللي محتاج واحد ان هو يفكر بتفكير جديد كتير، وبعدين امتحان كان كبير مش صغير ومحتاج جهد عالي. هو كان صعب، انا شايف ان هو صعب جدا. السؤال برضه صعبيه. لا لا جاي من المنهج، بس كان في اسئله لفه واسئله صعبه. امتحان يعني ده مش امتحان، الامتحان طويل جدا عايز يتحل في 6 ساعات في مستوى الطالب الفضائي مش طالب عادي. يعني ما ينفعش اللي انتوا عاملينه ده حسب الله ونعم الوكيل. مجهود طالب بقاله اشتغل بقاله 10 شهور يذاكر اهو في حته امتحان، حرام حسب الله ونعم الوكيل. ولما بيتسرب الامتحانات بتيجي مش هي، يعني بيسرب امتحاناته بتيجي تخش اللجنه بالله الامتحان مش هو، بس بيجي على دماغنا احنا واللجنه شاده ومفيش غش، مفيش غش خالص والامتحانات شاده. يعني الطالب بيبقى بيطلع مجهوده في الورقه، مجهوده اللي تعب وهو بيطلعه. الطالب ما بيغشش خالص، ولو طالب ما بيذاكرش فهو شايل المواد قد كده. لا بياخدوها مننا قبل ما نخش وبيمنعوا علينا الحمام، وهما ما بيمنعوش علينا الحمامات. لا بتوع المدارس الثانيه، مدارس بقى عشان الطلاب بيبقوا في المنطقه بقى وبلطجيه شويه بيخافوا منهم. الامتحان حلو والوزاره ربنا خليه لينا، وسياده الرئيس عايزين نشكره على المجهود. ولا الحمد لله كل حاجه كبيره. علم نفس واجتماع كان حلو الحمد لله، كان جاي من منهج. هو لا النظام و